أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات أعزائي وأصدقائي ومشاهديني الكرام. طبعا أنا أعترف إن الحوثيين أيديهم طويلة، مش فقط يتحكموا حتى بالمطارات اللي بمناطق الشرعية، كمان يستطيعوا إيقاف تصدير النفط بأي لحظة كما فعلوا قبل عام ونصف العام عندما ضربوا ميناء الضبة. وهذه المرة كان في طائرة تريد أن تهبط إلى مأرب تبع الأمم المتحدة، قام الحوثيين بمنعها من الهبوط، حذروها، شوفوا من داخل صنعاء، ومأرب منطقة تبع الشرعية، منعوها من الهبوط. وفي طائرة كانت تريد تهبط إلى مطار المخا قادمة من بورت سودان، المطار اللي عملته الإمارات بالمخا، فالحوثيين أيضا منعوها، حذروها من الهبوط، وفعلا منعوها، ما عاد هبطت، حذروا أن إذا هبطت بيستهدفوها. شايفين كيف أيادي الحوثيين طويلة جدا؟ ما في أحد سأل نفسه ليش الحوثيين بهذه القوة؟ لا، وقناة اليمن اليوم المشكلة بمنهم معول هدم قدر لإضعاف الشرعية أصبحوا يتفلسفوا على الحكومة. قناة اليمن اليوم منزلة تقرير تابعة لطارق عفاش ومخزون المثلج، تقول الحوثي يتحكم بالملاحة الجوية ويمنع الطائرات من الهبوط، والأهم من ذلك أضافوا إلى هذا الكلام والحكومة تكتفي بالتنديد. يقول لكم والحكومة تكتفي بالتنديد، زي ما نددوا على ميناء الضبة، أصبحت الحكومة في عجز، ما عاد في إرادة نفطية. يعني إيش الشيء يعملوا لك يا طارق؟ أنت من أبرز أسباب ضعف الشرعية، أنت وعيدروس الزبيدي والمحرمي، أنت ما يحق لك اليوم تتكلم عن هذه الحكومة وتقول إنها تكتفي بالتفرج والتنديد. أنت أصلا من أول يوم أجيت متمرد عليها، قلت شرعيتنا بنادقنا، ما أنتش معترف لا بهادي ولا بحكومته، كلب صيد مع الإمارات والسعودية. من أنت اليوم حتى تقول والحكومة تكتفي بالتفرج أو الإدانة؟ مش قلت شرعيتنا بنادقنا، بل طلبنا طمعة ولن نعود إلى الخلف. استغل ما كنت تقوله أن شرعيتك بنادقك، مش أنت معك بنادق ما لها علاقة بوزارة الدفاع حتى اللحظة، تحرك باب اتجاه صنعاء. من الذي منعك؟ من الذي ربطك من الرد على الحوثيين؟ وقفوا طائرة من الهبوط أو منعوها من الهبوط في مطار المخاء، خلاص رد عليهم أنت، تحرك. هل يعلم الإخوة المشاهدين إن طارق حتى اللحظة والانتقالي ميليشياتهم ما لها علاقة بوزارة الدفاع؟ هل تعلموا إنه حتى رواتبهم مختلفة على رواتب الجيش الوطني الذي يخضع لوزارة الدفاع والحكومة الشرعية؟ اللي طارق يقول إنها تكتفي بالتفرج والإدانة. هل تعلموا أن راتب ميليشيات طارق والانتقالي والعمالقة وهو كل الميليشيات اللي ما لها علاقة بوزارة الدفاع يستلموا من 1400 ريال سعودي، بينما الجيش الوطني من 60,000 يمني وعادها تنقطع على شهر وتتأخر كل شهر؟ هل تعلموا أنه الآن رشاد العليمي ولا وزير الدفاع ولا رئيس هيئة الأركان في هذه الحكومة لا يستطيع تغيير قائد كتيبة من ميليشيات طارق؟ طارق عامل له دولة لحاله بالمخا، والانتقالي دولة لحاله، هذولا الذي أضعفوا الشرعية. شوفوا كيف اليوم يتكلموا على الحكومة، إيش تعمل لك الحكومة؟ كلم السعودية والإمارات الذي طرحوا كلب صيد بخاصرتها، وهم قد كانوا بأبواب صنعاء، كان معانا جيش وطني. أنت من حضرتك؟ أنت قلت شرعيتنا بنادقنا، إحنا شرعيتنا بنادقنا، خلاص مدام شرعيتك بنادقك يلا تجي افتح لك أي جبهة من خلال الضالع، عبر أب، عبر، تحرك، ورنا مراجلك، وإلا اطلع اعترف. لا ترمي التهمة على الحكومة وأنت أبرز معول يهدمها ويفت في عضدها حتى اللحظة. أنت لست معترف أصلا لا بقرارة الحكومة ولا برشاد العليمي، أنت وهو شغال مطابنة على تعز، زي ما الطبائن، واحد يعين بقرار وانت تعترض، واحد يعين انت معك المحافظ تبعك، والعلمي مصدر من قرار، المحافظ يعترض، مرة معين عبد الملك، ما لكم علاقة بالحكومة اصلا يا طارق. من انت الان لما تجي تقول لي والحكومة تكتفي بالتنديد؟ يا طارق لو الحكومة كانت قادرة فعلا انها تصد اي تجاوزات حوثية مثل هذا التجاوز بمنعهم لطائرة من بورت سودان قادمة إلى المخا من الهبوط، لو كان بمقدورهم ذلك
لما كنت أنت موجود أصلا بالساحل الغربي. كانوا با يلعنوا والد والدك لا سابع جد. بيدعسوك زي ما دعسك الحوثي بصنعة عندما حاول تعمل لك معسكر الملصي بعيد عن وزارة الدفاع. خارج إطار وزارة الدفاع اللي تتبع الحوثي برئاسة الوزير اللي لازل حتى اللحظة بمنصبه العاطفي. تذكر ما قال لك أبو علي الحاكم أنت جندي. ما تعمل لك أي حركة لا أنت ولا علي عبد الله صالح. وإلا اجلسوا ببيوتكم. معانا وزارة الدفاع قال لكم ذيك اليوم ومجلس سياسي الذي يرأس المشهد. عبكان الصمد وقتها عفوا. هكذا قال لكم. لو كانت الحكومة قادرة أن تتصرف معك زي ما تصرف الحوثي عندما حاولت العب بذلك أنت وعمك عفاش لكانت قادرة أن أيضا تتصرف مع الحوثي وتصده أنه يمنع تصدير النفط من ميناء الضبة بحضرموت أو من شبوة أو أنه يمنع هبوط الطائرة في المطارات اللي خاضعة لسلطة الشرعية. ما السعودية والإمارات هم المسؤولين الأولين والأخيرين. تفاهم معهم يا طارق. يعني قد الحكومة هذه لا كيس قمامة ترجموا لا وسطها بالاتهامات والفشل. ما أنتم أساس فشلها. ما لو عند أبوك شرف يا طارق كنت بتقول للتحالف من أول يوم أنا قد أخطأت أنا وعمي وحالفنا الحوثي وقلنا البلاد والعباد رجاء يا إمارات يا سعودية لا تعملوا لي ميليشيات لوحدي. أنا بروح أعترف بهذه ويصدر بقرار جمهوري وبعيد من يعني إنشاء ميليشيات يعني بعيد من الرئيس هادي وكذا يترتب. لكن لا رحت ور إلى حضن الإمارات والسعودية عملوا لك جيش لحالك ميليشيات. ما أريد تطحن وانت ولا طلقة كأن الأمر لا يعنيك وانت قادر تفتح جبهة بأي منطقة أخرى إذا كان عذرك ستوكهولم. لكن أنت أصلا مرتزق مقرك ومستقامك بالمخا يا حبيبي. هم ما عملوا لك المطار بالمخا ومدينة سكنية ومشاريع ومستشفيات هذول الإماراتيين إلا وهم يريدوه تكون هناك كلب حراسة لمصالحهم. تسكت لا تتكلم على الحكومة ولا تقول إنك تكتفي بالإدانة لأن هذا الكلام الذي تقوله قناة اليمن اليوم هو يعبر عنك أنت ويعبر عن عمار وعن أحمد علي وأنتم أبرز أدوات إضعاف الشرعية أصلا وهذه الحكومة ولا تمتثلوا لقراراتها. أنتم إلا كافأكم التحالف ودمجكم ضمن المجلس الرئاسي شرعا لكم لكن لازلتم أمراء حرب ما لكم علاقة بالجيش الوطني. الجيش الوطني خاضع لوزارة الدفاع وهيئة الأركان. لو كنت يا طارق محترم أنت وعيدروس الزبيدي وأبو زرعة لو كنت محترمين ورفضت أن تكون لكم جيوش وحدكم باسمكم واستضليتم بمظلة وزارة الدفاع وهيئة الأركان لما كان الحوثي يتطاول إلى هذا الحد. لكان معانا صميل أخضر نصرع والده. لكن الآن لا. إذا الحوثي قام يضغط على مأرب أنت مكانك شر مقرك المخا واستقامك هناك ولا بتعمل طلقة. نعم والانتقالي ولا بعمل طلقة بالعكس أنتم يمكن تزيدوا تساند الحوثي زي ما ساندتموه من قبل تحولتم إعلام حربي ضد مأرب وهي بتقدم آلاف الشهداء. إذا خسروا موقع تنبحوا زي ما الكلاب المسعورة تقولوا باعوا الجبهات خانوا الجبهات مع أن الخيانة عندهم. كلما رجال الله قد كانوا على باب صنعاء ما ضعف الجيش الوطني إلا لما وجب حثالة أمثالك يا طارق وأمثال عيدروس. همش الجيش الوطني وارجع يعلفكم أنتم بالرواتب والدعم السخي والدبابات والسلاح ويالتكم عملتوا شيء ضد الحوثي. منتظرين للحوثي يقضي على الجيش الوطني وعلى شرعية هذه. وإيش النتيجة؟ الحوثي لم يقدر يلطم أبوك بالشبشب وما تقدر تعمل شيء. معاه الشرعية مع بنادقنا. شفت نهاية الفصاع؟ زي ما فرعون قام يفصع ودخل البحر وهو ما يعرف يسبح. وانت دامك ما تعرف تسبح من البداية كنت تستظل بمظلة الرئيس هادي وبمظلة وزارة الدفاع. لكن لا انت لا عدو للشرعية اجدت خريوة موقط بمناطقها. ما عند الحوثي له سلكم ابوك وديك بالشبشب. قال لك معنا وزارة الدفاع وزبقة العمك. يعني انتم ما رأيتم النعمة. طالما قد الشرعية رحبوا بك كنت تعترف بها وتكون معها قوة وسند وتحشد المقاتلين لصالح الجيش الوطني ينضموا. لكن لا رحت ملشن وحدك. أصبحنا جزر متناثرة كل واحد له رأي. أنت معك انتفاضة السعيم مديون لك بالمخا وعيدروس معه دولة لحاله ثورة يا جنوب والعمالقة مكانهم ويعني كلاب صيد. المهم والجيش الوطني مهمش وزارة الدفاع اللي معترف بالعالم وحدها وأنتم مش معترفين بها ما لها أي دعم مع أني ضحت من أول يوم. كنت يا طارق ما تستحي. أنت لما تكون متحوث وتقتل الجيش الوطني والمقاومة وفجأة الحوثيين يقتلوا عمك
بعدما اختلف هو هم فترتمي الى احضان السعوديه والامارات، تجد خريطه ملطط عندهم وما تعترف بهم وتقول شرعيتنا بنادقنا وتملشن وحدك بدعم الامارات والسعوديه، ايش تتوقع من الحكومه هذه؟ ايش الشيء تعمل لك علشان طائره منع الحوثي من الهبوط بمطار المخا؟ ما لو كانت قادره تعمل لك شيء ما كان لك وجود انت اصلا بالمخا، ولا كنت تستطاع تتمرد وتقول شرعيتنا بنادقنا وتفصح بعيد عن وزاره الدفاع والحكومه الشرعيه. بس قرم الزقعه يمدد الحوثي ولا يبالي. ما معكم الا حل واحد يا عفافش ويا جعاربه ولا ورب الكعبه، انكم بتدفعوا الرواتب من ايرادات عدن ومن نفط حضرموت وشبوه غصبا عنكم ومن ايرادات مأرب حتى. ما معكم الا حل واحد لتجنب هذا الذل ولبتر اليد الحوثيه الطويله. معكم حل واحد هو دمج ميليشياتكم تحت مظله وزاره الدفاع، جيزهم جيز الجيش الوطني اللي بيقاتل من 9 سنوات. من 9 سنوات بيقاتل الحوثي منذ الوهله الاولى. تندمجوا ضمن الجيش الوطني ووزاره الدفاع ورواتبكم ضمن رواتبهم يعني وتكونوا مسجلين بكشوفه وزاره الدفاع وركن البشريه وهيئه الاركان وعمليات واحده تتبع هيئه الاركان وزاره الدفاع والرئاسه بقياده رشاد العليمي. ما معكم الا هذا الحل حتى يهتابنا الحوثي. اما وانتم وحدكم والاصلاح وحده، الجيش الوطني وحده، والعمالقه وحدهم، والانتقالي وحدهم، كل واحد يعني معاه مشروع لحاله لاجندات خارجيه، نحن ما فيش حل. الحوثي عاده بيزيد ياخذ المناطق هذه، وتذكروا الايام بيننا، ومن تغطى بالسعوديه والامارات فهو عريان. يجب ان تتعظوا هذا دق لناقوس الخطر. يجب ان تفهموا على انفسكم. تقول الإمارة السعودية كفى خرجوا خرجوا، شتتتمنا خدعتمنا، رجع الحوثي يتبول علينا وما احنا قادرين نعمل به شيء. قولوا لهم خلاص كفى الى هنا وكفى، لا تقوم تتهمني الحكومة، حكومة انت اصلا متمرد ضدها، ما انتش مؤمن بوزير دفاعها، ما يقدر يغير منك كتيبة، خاف الله يا رجل. تقول الحكومة تكتفي بالتفرج الإدانة، تحرك انت تمرجل، قادك هذا المتمرد ما لك علاقة لا بستوكهولم ولا بأم الصبيان ولا بالشرعية، خلاص تحرك حارب انت لميليشيات وحدك، ما انتش يعني بأوامر وزارة الدفاع وهيئة الأركان، تحرك انت. ما لم فقول الحقيقة، قول من الذي يمنع حسم المعركة؟ من الذي يمنع الرد على خروقات الحوثي وتطاوله هذا؟ قول الحقيقة، لا تكن إمعة، خليك رجل ولو لمرة واحدة. ما تقدر. نعم إذا قمت تتكلم با خلاص يقولوا لك يلا برا على معك، يجيبوا أي واحد فتال غيرك يمسك حراس الجمهورية حقك هذول مدري ما هم وخلاص يديرهم على مزاجهم. ما تقدر تقول كلمة حق، لكن شو ربقى رجال الواحد يعني يختم مستقبله وتاريخه بشرف زي ما بن عديو زي ما الميسري أزيحوا لكن مكانتهم بالقلوب كبيرة. كون زيهم لو أنت رجال وعندك ناموس. يلا ما تقدر. عموما تحياتي أعزائي وأصدقائي المشاهدين، اشتراك بالقناة ولايك، اعملوا لايك لايك أعجبني لايك، اضغطوا لايك، هذا شعار اللايك أعجبني هسه علشان الفيديو ينتشر ويصل إلى أفندم الفناديل تارق التوارق لعله يتعظ ويستوعب هذا الكلام. تحياتي.